لازموا تقوى الله في كل تصرفاتكم وفي كل أحوالكم وحيثما كنتم. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لأن من الناس من يظهر التقوى إذا كان مع الناس أو حوله من ينظر إليه، فإذا خلى عن الناس بارز الله بالمعاصي. من الناس من يظهر التقوى إذا كان في بلاد المسلمين، فإذا ذهب إلى بلاد الكفار صار مثلهم، يفعل فعلهم ويظهر بمظاهرهم، ويظن أنه لا أحد يراه ولا أحد يطلع عليه، ونسي الله سبحانه أنه يطلع عليه في كل مكان. ولهذا يجب عليه أن يتقي الله حيثما كان، في بر أو بحر أو جو، في بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين، وفي أي مكان من أرض الله يكون شعاره تقوى الله سبحانه وتعالى دائما وأبداً.